اهلا بيكم. من امبارح طبعا الدنيا مقلوبة على حادثة مدينتي. القصة الغريبة اللي حصلت ان في شخص ما طفل بيلعب في كومباوند في مدينتي، فهو خبط عربيته بسكوتر فخدشها خدش بسيط كده، فجاء ابوه وامه قرروا ان هم بكل شياكة واناقة ولطف وامانة وضمير يقفوا جنب عربية اللي اتخبطت ويشوفوا مين صاحبها عشان يقولوا له احنا عايزين نشوف تعويض، نديك تعويض، نصلح حالك، نعمل اللي انت عايزه يعني. الشهادات المتواترة واللي نشرها على سبيل المثال موقع صحيح مصر اللي عمل مقابلة مع الدكتور حمدان اللي هو زوج الضحية دكتورة بسمة ووالد الطفل اللي تم دهسه، بيقول الدكتور اللي هو اصلا شغال في الكويت، كان جاي يعني جايين زيارة مصر او حاجة، بيقول ان احنا وقفنا جنب العربية فخرج راجل بيقول انتوا عايزين ايه، انتوا واقفين كده ليه، انتوا مش عارف ايه، لأول وهلة كده وانا بحكي. انت اول ما تسمع ده، لو اول مرة تسمع عن حادثة مدينتي هتقول ده ظابط. هو فعلا طلع ظابط. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اخينا لقى مجموعة من المدنيين متجمعين حوالين عربيته، وهو حظ ظابط نقيب طبيب في القوات المسلحة المصرية، فطبعا النعرة العسكرية الجميلة نقحت عليه، فقرر انه يقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه. قالوا له والله الولد خبط عربيتك بسكوتر خدشها، فاحنا عايزين نشوف نديك تعويض نعمل لك اي مصلحة. فالراجل ارتكب حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا فعلا يعني. الراجل عمل ايه؟ الراجل راح ركب عربيته وراح يدهس الولد. ايه؟ راح يدهس الولد، راح يدوس الولد بعربيته لانه خدشها له بسكوتر. فامه الله يرحمها راحت تحمي ابنها، قام دايسها موتها. يعني الروايات بتقول ان هو داسها في الرصيف ومش عارف ايه ورجع عليها بالعربيه. ماتت والده الطفل الدكتوره بسمه الله يرحمها. الولد جاله كسور كبيره جدا دلوقتي في مستشفى، والراجل ابوهم بيحكي الواقعه وبيقول يا جماعه الخير احنا اصلا ما نعرفش مين ده ولا اي حاجه، واحنا متفاجئين من رد فعله. احنا ناس كنا عايشين بره مصر، جينا مصر من فتره، اشترينا الفيلا اللي هي في الكومباوند بتاع مدينتي دي، وكان جارنا هو مساعد وزير والكاميرات بتاعته وثقت انه الضابط ده ركب عربيته ودهس بسمه ودهس الولد مع سبق الاصرار والترصد. طيب حد يقول لي دلوقتي ما هو اصله المحضر كتب انها مخالفه سرعه زايده، فاللي زي ده تبوسه وتحطه جنب الحيط او تقول له بطل عبط. ليه بقى؟ لانه يا ايه اللي سرعه زي ده جوه كومباوند؟ معلش يعني انت مثلا طلعت وقمت جايب 70 80 مايل وانت جوه الكومباوند، يا جماعه كلموا ناس عاقلين يعني. طيب هيطلع واحد تاني يقول لك لا يا باشا ما هو اصله يمكن مش دي الروايه فلننتظر التحقيقات. هقول له صح، احنا السنه اللي فاتت يا بيه في ضابط جيش شبه ده برضو كده طيار دخل على مستشفى اوسنا، كانت مراته تعبانه وقام نازل بالكرابيد ورفص برجليه زي الكذا في بطن ممرضه واعتدى على طعم التمريض، والتمريض قالوا ان جالها اجهاض ومش عارف ايه. قال لك ضابط شرطه فلننتظر التحقيقات، نحن دوله قانون ونحن نحيي القانون ونحترم القانون. وطبعا طب يا باشا يلا نروح لمحكمه الجنايات. لا جنايات ايه ولد، عيب، ده ضابط قوات مسلحه. ايوه يعني ايه حضرتك؟ قال ضابط قوات مسلحه يروح النيابه العسكريه. طب النيابه العسكريه ايه؟ ما هو الضحيه مدني، ماليش دعوه، بس هي النيابه العسكريه هي اللي تفصل في حضرات الضباط. طيب راح النيابه العسكريه، الفيديو موجود، الشهادات موجوده، العالم كله اتفرج، الناس كلها شايفاه وهو بيضرب الممرضه، والراجل معترف. حصل ايه بقى في يناير اللي فات؟ النيابه العسكريه تبرئ حظ ضابط الطيار لانه في القوات المسلحه المصريه، وقالوا انه ما حصلش اي حاجه ولعدم كفايه الادله. الله، يعني النيابه العسكريه بتبرئ رجالتها اهو. ايوه، طب ليه؟ لانه ماده واحد في القانون العسكري لما بتفتح الكتاب بتسمعها بصوت السيسي هو بيقول ما فيش ضابط هيتحاكم. فالقاعده الرئيسيه بتقول ان الضابط الافندي اللي دهس دكتوره بسمه ودهس ابنها الطفل الصغير ما حدش هيقرب له. راح بقى نيابه عسكريه، راح مش عارف ايه، طالما القصه ليها علاقه بالنيابه العسكريه وليها علاقه بالمحاكم العسكريه فالراجل ده مش هيحصل له حاجه. ليه؟ لانه الضحيه مدني. عارف انت لو كان دهس ضابط زيه او مرات ضابط، هنا بقى ندخل في النفوذ العسكري في الموضوع، مين عنده قرب اكتر من القيادات العسكريه عشان يعرف ايه يحكم ليه يعني. لكن طبعا بما ان الضحيه مدنيه
فما حدش هيعمل حاجة، والراجل ده يروح المحكمة العسكرية أو النيابة العسكرية بيقول لك سلم نفسه. موقع صحيح مصر كاتب شهادة الدكتور زوج الدكتورة بسمة الله يرحمها بيقول إنه الضابط سلم نفسه للنيابة العسكرية وانهار هناك وقال أنا ما أعرفش أنا عملت كده ليه، الغرور ركبني. الغرور ركبك يا بيه وأنت راكب على الشعب كله، فلأن حضرتك عسكري. اللي هيحصل يا حضرات إنه الراجل ده هيطلع براءة، الراجل ده مش هيحصل له أي حاجة كويس، لان احنا مش في دوله قانون، احنا في دوله رئيسها بيطلع يعني يفتخر ان هو حبس مواطن وخلاه يقعد في السجن لحد ما يجبره على التنازل على الهوا كده من غير بوليس ومن غير امن ومن غير اي حاجه خالص. النقطه الثانيه بس اللي انا عايز اقولها انه مصر لو فيها قانون فالماده 230 و231 و232 من قانون العقوبات المصري بتنص على ان جريمه القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهو اللي عمله حضرة الضابط انه ركب عربيته مع سبق الإصرار والترصد ودهس الدكتورة بسمة فقتلها، فدي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، قتل عمد، يعاقب الشخص اللي يرتكب هذه الجريمة بالإعدام. ده وفقا لمواد قانون العقوبات المصري المادة 230 اللي بتنص على العقوبة، 231 اللي بتعرفنا يعني ايه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، و232 اللي بتشرح المادتين كمان اللي قبلها بتفاصيل اكتر. فالحقيقة احنا امام مهزلة، حادثة مدينتي بتجسد لك الواقع اللي احنا عايشين فيه. عساكر بيحكموا البلد شايفين المدنيين دول مواطنين درجة 10 او يمكن مش مواطنين اصلا، بيستحقوا القتل، الضرب بالكرباج في المستشفيات، بيستحقوا الدهس بالعربيات. وروح يا ابني لماما حبيبتك النيابة العسكرية عشان هي اللي هتطبطب عليك وتقول لك بس ولد ما تخافش احنا هنا في النيابة العسكرية، مفيش حد يعمل لك حاجة، مفيش حد هيجرؤ يعمل لك حاجة، لانه المادة رقم واحد في القانون العسكري نص عليها عبد الفتاح السيسي من 10 سنين في بداية العشرية السوداء لما قال انه مفيش ضابط هيغلط هيتحاكم، خلص الكلام ده. للأسف احنا امام واقع مزري جدا، الدلائل بتبقى قدام الناس كلها لكن العساكر محدش بيقرب منهم ومحدش بيحاكمهم. ربنا يرحم دكتورة بسمة ويشفي ولادها ويحفظ جوزها اللي انا متأكد انه هيمارس عليه ضغوطات رهيبة جدا، لانه حضرة الضابط الحقيقة وضعه صعب وفي وضع يعني سيء، لكن النيابة العسكرية انا واثق فيها انها هتقوم بالواجب وهتبرأ لنا بطل من ابطال القوات المسلحة المصرية. لو سمعت اي حد مغفل بيقول لك اصل يا جماعه هم عايزين يقولوا انه حضره الضابط هو اللي عمل وان هم مخلين الموضوع ضابط ومش ضابط واصل في رائحه اخوانيه، لو سمعت هذا الطرح العبيط من هذا الشخص الاعبط فاساله سؤال، هو حضرتك اي مواطن مدني طبيعي في مصر هل يجرؤ انه يركب عربيته ويدهس اي حد في الكومباوند؟ يعني مين اللي بيبقى مقوي قلبه؟ ما هو معلش يا باشا احنا في 10 سنين اللي مقوي قلبه هو الرتبة اللي بتحكم، اللي مقوي قلب العساكر اللي طايحين في البلد هو العسكري اللي بيحكم اصلا، انما المدني مش حد مقوي قلبه. لا يجرؤ مواطن مدني انه يعمل اللي الضابط عمله. فبس قبل ما تبرروا مرة تانية، عباس بيه لو سمحت، احمد طهري لو سمحتوا، اهدوا، هدوا العيال بتوعكم، علموهم الاول يردوا يقولوا ايه، لان القصة كل مرة بتردوا بتخبط في صدركم في الاخر وبتقلب غم على دماغكم.